المتحدثة بشبكة شام السورية تنضم إلينا. أهلا وسهلا بك إيمان، ما الجديد لديك؟ نعم أستاذة ديما، اليوم الجديد هو من حي الصالحية اللي هي في وسط العاصمة دمشق، حيث قامت قوات النظام الأسدي من صباح الباكر الساعة 8 صباحا باقتحام هذا الحي بأعداد كبيرة من الشبيحة وقوات الأمن، وتم اقتحام هذا الحي وحيث قامت بحملة مداهمات عشوائية واعتقالات لعدد من الشبان، كما جرت اشتباكات في تلك المنطقة أدى إلى وقوع شهيدين شابين، أيضا أدى إلى استشهاد طفل كان ذاهبا متجها نحو مدرسته، أيضا هناك عدد من الجرحى، كما قامت قوات النظام بمحاصرة يعني منطقة الصالحية ومنطقة ركن الدين وانتشار القناصة تستهدف كل شيء يتحرك في هذه المنطقة، كما منع الناس من الذهاب لأداء صلاة الظهر في منطقة الصالحية، وهذه أول مرة يكون فيها هكذا حدث في المنطقة. تماما، هذا ما أريد السؤال عنه إيمان، لماذا في الصالحية، ماذا يجري هناك؟ نعم يعني هي كانت حملة اقتحام للمنطقة، ربما كانت هناك يعني بعض الأخبار وردت إلى قوات النظام بتواجد أعداد من الجيش الحر أو أي شيء آخر، يعني قوات النظام تقوم بإيه تماما، يعني ليس بالضرورة وجود جيش حر أو أي شيء آخر، لكن هكذا هي لإرعاب المواطنين سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى في قلب العاصمة دمشق. أيضا قامت قوات النظام بقصف هذه المنطقة بعدة قذائف الهاون من فرع الأربعين المتواجد في الجيش الأبيض، نزلت حوالي يعني سقط حوالي 9 إلى احتراق أحد المنازل ونشوف حريق في هذا المنزل وتهدمه. أيضا في منطقة جوبر الحي الدمشقي منذ الصباح كانت هناك عدة اشتباكات من جهة زملكة، أيضا تستمر الحملة العسكرية على الروضة الشرقية حسوخي منذ الصباح الباكر بشن عدة غارات كثيفة جدا على مناطق الغوطة الشرقية مستهدفة منطقة عربين وحرسة ودومة بعدة غارات جوية وقنابل، يعني هذه القنابل تحتوي مواد سامة تؤدي إلى حالات اختناق بين المواطنين وحالات سعال أيضا في بين المواطنين. إيمان، أريد أن أسألك عن المزرعة، منطقة المزرعة في دمشق، هل هناك شيء ما يحدث؟ لأنه بعض المصادر تتحدث عن حدوث إطلاق نار وحركة غير معتادة في تلك المنطقة. بالنسبة لمنطقة المزرعة تعتبر من المناطق المؤيدة للنظام، يعني هذه المنطقة يتجمع فيها أعداد كبيرة من الشبيحة، اليوم فيها انتشار أمني كثيف في هذه المنطقة، يعني هناك يعني نرى أن الجيش النظامي يعني يتوقع حدوث أي شيء في المنطقة، لذلك هناك انتشار قوي جدا، وربما كانوا يخططون لأمر ما لا نعلم به. أيضا هناك انتشار أمني كثيف جدا في منطقة المهاجرين في شارع العفيف بالتحديد. أيضا بالنسبة للغوطة الغربية ما زالت اليوم الاشتباكات والجبهة العسكرية مفتوحة بشكل كبير على منطقة دارية والمعظمية منذ الصباح الباكر، تتعرض للقصف بهجمات الصواريخ والهاون، أيضا بطائرات الميك شنت الصغارات على المنطقة أدى إلى تهدم عدد كبير من الأبنية. أخيرا إيمان، ما التطورات عند مطار دمشق الدولي؟ نعم، بالنسبة لمطار دمشق الدولي ما زالت أعداد من الكتائب الجيش الحر تحاصر المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي، لكن إلى الآن لم يتم السيطرة عليه بشكل تام، لكن حركات الطيران يعني متوقفة تماما، حركة الملاحة متوقفة تماما في مطار دمشق الدولي، لكن عناصر الجيش الحر محيطة بهذه المنطقة. الشكر الجزيل لك إيمان الهدى من دمشق. إذا مشاهدينا، حسب اختياراتكم وفي